أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بوضوح. حلقتنا لهذه الليلة برأيي يعني حقيقة أنها تهم الكثير منكم ولعله يعني من المقيمين ومن المواطنين الكرام، وهي سوق التأمين. وحقيقة لا يندر أعتقد اليوم أنه ما حد عنده تأمين بشكل أو بآخر، إما على مركبة أو تأمين صحي إلى آخره. حديثنا عن سوق التأمين والواقع والمأمول والتحديات التي يواجهها سوق التأمين، كما هو معروف قبل العقود حقيقة من الآن سوق التأمين كان سوق عشوائي، حوالي يعني 100 إلى 130 أو 30 شركة، كما يقولونها التأمين بالشنطة، أصحاب الشنطة ووكالات متعددة. لكن اليوم بعد ما تبنت هذا الملف مؤسسة النقد العربي السعودي ونظمت هذا السوق، اليوم نتكلم عن 34 شركة، حقيقة تشريعات جيدة وتنظيمات جيدة، لكن لا يزال القطاع يواجه وابل من التحديات. أبرز هذه التحديات ما يعرف فنيا بكثافة وعمق التأمين، ما يصرفه الفرد على بوليصة التأمين، وأيضا علاقة هذه الأقساط بالنسبة للتأمين للناتج المحلي الإجمالي حقيقة دون المأمول ودون الطموح. نتعرف على ذلك. يتركز التأمين في جانبين حقيقة، في المركبات وفي الصحة حوالي 78%، وبالتالي بقية أفرع التأمين لا تحظى بالأهمية التي يحظى بها هذا القطاع. على سبيل المثال الادخار الذي هو طبعا يعتبر يعني جانب مهم من التأمين 3 إلى 4%، التأمين على الممتلكات أيضا لا يحظى بهذا الاهتمام. سنتعرف على جملة هذه الأمور كلها مع ضيوف الكرام باسم القناة السعودية. وباسمكم رحب بضيوفي الكرام سعادة الأستاذ باسم عودة رئيس اللجنة التأمين التنفيذية، مرحبا بك سيدي. وأرحب أنا مقدر أنت جاي سفر من خارج المملكة ومن الطائرة إلينا، ونقدر لك هذا سيدي. وأيضا رحب بسعادة الأستاذ عادل العيسى ومتحدث الإعلام باسم شركات التأمين، مرحبا بك سيدي. مرحبا بك، فرصة سعيدة أن تكون معنا يعني. أباكم توسع صدوركم علينا. لا بتفرحتك. الله يحييك. قبل نبدأ نقاشنا في هذا الموضوع الذي أعتقد كما قلت يهم الجميع، أود أن يعني ألتلقى أكبر قدر من الاتصالات على رقم البرنامج 80-88-00 أو 80-88-1000، وطبعا من خارج مدينة الرياض 011. وقبل أن نبدأ نقاشنا في هذا الموضوع، فريق البرنامج أعد تقرير مختصر عن مسيرة سوق التأمين السعودي لنشاهد التقرير سويا، ثم نعاود نقاشنا في هذا الموضوع الهام. ابقوا معنا. حقق قطاع التأمين في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تقدما ملحوظا من حيث التشريعات والأنظمة والرقابة، بعد أن أسندت إدارة القطاع والإشراف على تنظيمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، حيث استمرت المؤسسة في إجراء مراجعات متعددة لنشاط قطاع التأمين ومراقبة أدائه باعتباره من بين أحد القطاعات الحيوية الواعدة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفي دعم جهود التنمية ورفع مستوى إدارة المخاطر. ويتوقع للقطاع في ظل هذا التنظيم والإشراف والرقابة الحثيثة أن يحقق نتائجا أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي خلال الأعوام القادمة. ولكن وعلى الرغم من واعدية القطاع إلى أنه يواجه العديد من التحديات التي تستلزم تضافر الجهود لتجاوزها، التي من بينها على سبيل المثال تغيير الصورة الذهنية للقطاع المطبوعة في أذهان البعض من أفراد المجتمع بأن التأمين نوعا ليس بهذه الضرورة، وأنه نوعا من أنواع الترف ولا يشكل عنصرا هاما في الحياة، إضافة إلى التركز الحاصل في القطاع في نشاطي التأمين الصحي والتأمين على المركبات اللذان يشكلان نحو 77% من قيمة أقساط التأمين المكتتب بها. وعلى الرغم من تلك التحديات فإنه يتوقع لقطاع التأمين أن يشهد نموا مطردا في الأعوام القادمة، وأن يحقق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في مختلف المجالات من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى ما سيصاحب ذلك من تطور في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية لدى الشركات، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوعي بالتأمين وفوائده لدى الجمهور، وانعكاس ذلك إيجابا في جميع المجالات والقطاعات الصناعية
والتجارية والخدمية. بوضوح سنتعرف مساء الليلة على واقع حال قطاع التأمين في المملكة وعلى أبرز التحديات وسبل التعامل معها. مرة أخرى كما قلت حديثنا اليوم عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول، وهذا حقيقة الحلقة يعني خصت على هامش ندوة جميلة عقدت في الشهر الماضي 29-30 إبريل الماضي، وهي ندوة التأمين السعودي الثالثة، وكانت جميلة وكان فيها حضور حقيقة يعني تفاق 700 شخصا حضر هذه الندوة. إذا نرحب باسم القناة السعودية باسمكم بالأستاذ باسم محمود مرة أخرى. أستاذ باسم تعطينا يعني أولا قبل أن نبدأ عن هذه الندوة أهدافها أبرز أوراق العمل والتوصيات. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ طلعت على الاستضافة. والحقيقة ندوة التأمين السعودية الثالثة هي ندوة تعقد كل سنتين وتنظم من قبل شركات التأمين العاملة في المملكة من خلال لجنة التأمين العامة وذراعها التنفيذي، وهي لجنة التأمين التنفيذية التي أتشرف برئاستها. والحقيقة الجهد كبير كان من قبل اللجنة المتخصصة أو أحد اللجان الفرعية التي تعمل على ترجمة تطلعات القطاع فيما يتعلق بالتوعية والتدريب وبعض الأمور الأخرى، من أهمها السعودة ورأسها الأخ زميل الأستاذ عادل عيسى التي قامت بالعمل الكبير في تنظيم الندوة. الندوة حقيقة كانت تركزت على حاضر ومستقبل قطاع التأمين السعودي، وكما ذكرت الندوة في الحقيقة كان لها صدى واسع جدا وحضور فاق التوقعات في يعني من خارج المملكة ومن كافة الأقطار العربية ومن كبريات شركات إعادة التأمين والتصنيف الائتماني والمهتمين وشركات التأمين العالمية والمحلية. وتطرقت المواضيع الحقيقة التي طرحت في الندوة إلى قطاع التأمين السعودي بشكل خاص، قضاياه المعاشة. وكان الحقيقة لافتا في هذه الندوة أمور ربما تحصل لأول مرة وكانت يعني من دواعي سرورنا، وهي المشاركة الكبيرة لكافة القطاعات. كانت هناك مشاركة لقطاعات الرسمية مثل الإدارة العامة للمرور والإدارة المديرية العامة للدفاع المدني ومجلس الضمان الصحي وبالتأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي. فكانت المشاركة الحقيقة فاعلة جدا وكبيرة من كافة الأطراف، ولمسنا رغبة من كافة الجهات الحكومية في التعاون مع القطاع. قطاع التأمين قطاع هام وحيوي ولا تقتصر أهميته على مقدار ما يحقق من أقساط، الأهمية هي أكبر بكثير. أنا أعتقد لا يمكن أن يوجد نظام اقتصادي متقدم دون وجود تأمين أو قطاع تأمين متقدم على الإطلاق. فالندوة كانت مساهمة من القطاع بإلقاء الضوء على قضايا السوق والتحديات والتطلعات أيضا والطموحات للمستقبل. وأنا أعتقد أن من يطلع على توصيات الندوة يرى أنها غطت الكثير من المواضيع التي تشغل بال الجميع، وليس فقط من باب مصلحة شركات التأمين، إنما أعتقد أن كانت عاجلة في الطرح. بالضبط، كانت لها يعني ربما تغطية لكافة الأطراف، وأعتقد أنه إذا بإذن الله سبحانه وتعالى تم تحقيق هذه التوصيات، أنا أتوقع أن تكون الفائدة تعم المواطن العادي والاقتصاد الوطني بشكل عام وليس فقط شركات التأمين. جميل جدا. قبل أن أتوجه حقيقة لضيفي الأستاذ عادل عيسى، يعني أود حقيقة أكبر قدر من مشاركاتكم ومهاتفاتكم ومداخلاتكم. رقم البرنامج سيظهر من الحين للآخر على الشاشة، وهو كما قلت 8-8-8-0-0-0 أو 80-88-1000، ومن خارج منطقة الرياض طبعا 01. وأستاذ عادل عيسى أبرز التوصيات تتمخلط ومن ثم تشخيص واقع سوق التأمين في المملكة اليوم. والله الحقيقة أخوي طلعت، يعني أنا أحب يعني أعلق على كلام الأخ باسم وبوجود أن الندوة هذه يعني ما لمسناه كان يعني نجاح يعني باهر خلينا نقول،
ومن أهمها مثل ما قال وجود مشاركة القطاعات الأخرى يعني اللي متعلقة بالتأمين، وهذا أثمر عن وجود يعني توصيات كثيرة حقيقة، وكل القطاعات مهتمة يعني حتى القطاعات اللي شاركت في الندوة كانت مهتمة بالتوصيات، لدرجة أن كانوا يطلبون منا أن نصلهم التوصيات عشان هم يتابعونها ويحاولون يفعلونها، وهذا يعني يقول إن شاء الله أن سائرون في الدرب الصحيح. ما أبرزها للتوصيات. أبرزها الحقيقة كانت يعني هي طبعا توصيات كثير. يعني طبعا واحدة منها كانت إيجاد حلول للمشكلة تسرب أقساط التأمين المشاريع الكبرى إلى خارج المملكة، عندنا مشكلة في هذا الموضوع. استكمال إلزام بقية الشرائح مستهدفة بالتأمين الصحي، في شرائح لا زالت ما دخلت في التأمين الصحي لأن إقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منع الاحتيال، لهذا تعاني منه كل شركات التأمين. هذا حنتكلم عليه صحيح. استصدار تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال في التأمين، مثل ما قلنا الاحتيال هذا واحد من صحيح. أهم المواضيع اللي واجه سوق التأمين. وجوب حصول المنشآت على شهادة الدفاع المدني كشرط سابق لمنح التغطية التأمينية، يعني هذا برضو يعني مشكلة فيه. الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظة والخطرة بالنسبة للطرف الثالث طبعا. العمل بين المؤسسة لجهة التأمين إدارة المرور لشمول التأمين الزامن لكافة المركبات المستخدمة، احنا نعاني ان مشكل المركبات اللي موجودة في السوق مؤمنة مع إلزامية التأمين لازم يشمل كل المركبات صح؟ هو يشمل كل المركبات. الواقع فعليا حسب الدراسات اللي عندنا تقريبا 45% فقط من المركبات المؤمنة. طيب هذا حنناقش استمارة بدون ما يكون في تأمين بالضبط صحيح. هو هذا الواقع بس مشكلة الاستمارة 3 سنوات والتأمين سنة، فالتأمين يسري مدة سنة، السنتين الأخريات ما هي غير مؤمنة السيارة. طبعا إيجاد دقاية بيانات لحوادث المركبات والسائقين وعمل استعادة منها، هذا جاري العمل عليه في شركة نجم. القيام بحملات توعوية على السلامة المرورية، ضرورة قيام شركات التأمين الدولة مطلوب منها في تعزيز خبراتها وتقليل الاعتماد على مؤيدي التأمين وتحسين أدائها في مجال الاكتتاب والمطالبات وإدارة المحاضرة، هذا يقع على عاتق شركات التأمين، هذا يعني حتى شركات التأمين طالبة بأشياء كثيرة يعني. الطلب من جهات مختصة مثل مصر النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، كان واحد من أهم المواضيع اللي نوقشت في الندوة مشروع اندماج واستحواذ أو موضوع اندماج واستحواذ، وكان يمكن من أبرز النقاط فيها أن الإجراءات معقدة بصورة يعني هائلة يعني. فكان في طلب أن النظر في الأمور هل في إمكانية لتسهيلها أو ما جاءت الاستحواذات. زيادة استخدام الحلول الإلكترونية في عملية بيع التأمين وتقديم المطالبات، التركيز من ضمن حملات التوعية على أهمية الادخار والحماية مثل ما قلت، الحماية والادخار 3% ما يمثل له شيء بسيط جدا. تشجيع الشباب السعودي من الجنسين الالتحاق بالعمل في القطاع، دعوة صندوق التنمية. المساعدة عندكم مش بطالة جيدة في يعني في مجال متخصص جيدة بس نطمح بالأكثر طبعاً من كذا طبعاً. دعوة صندوق التنمية الموارد البشرية هدف لتبني مبادرات دعم وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع. قطاع التأمين. أستاذ باسم محد لك يمكن الطريق في تشخيص واقع السوق اليوم، كيف نحن نرى واقع السوق؟ ولا تأخذنا شوية تاريخ بسيط نقلة لل. في الحقيقة كما نعلم صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2003 ميلادية، يعني نحن نتكلم عن تاريخ لا يتجاوز 12 عاما صحيح، واللائحة التنفيذية في عام 2004، وبدأنا نرى شركات سعودية مرخصة للمرة الأولى منذ ما يقرب 10 سنوات. فحقيقة العمر الفعلي لقطاع التأمين في مرحلة ما بعد التنظيم هو حوالي 10 سنوات، ولا نريد هنا أن يعني أن نبالغ ربما أو أن يعني نكون نكيل المدح لجهة أو لأخرى، ولكن الحقيقة وأنا رجل يعني عدت من اجتماع ربما يعني يجمع معظم الدول العربية والعالمية في أحد محافل التأمين، ما حققته المملكة العربية السعودية وقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية خلال 10 سنوات هو إنجاز كبير بكل المقاييس. باختصار شديد أقول أن تشريعات التأمين الموجودة الآن في المملكة العربية السعودية هي ربما تكون الأفضل والأكثر شمولية وتنظيما وحداثة على الإطلاق. هناك ما يقرب من أكثر ربما من 13 لائحة صدرت حتى اليوم
من قبل مؤسسة النقل العربي السعودي بخلاف نظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية، وكل هذه اللوائح الحقيقة تصب في مصلحة تنظيم قطاع التأمين. نحن قلنا في وأنت كنت من ضمن الحضور الكرام لندوة التأمين، قلت في مقدمة تقرير اللجنة التنفيذية أننا لازلنا في قطاع التأمين، ومن باب الحقيقة والواقع والإنصاف نعترف بوجود بعض الأخطاء بعض التقصير، لا ندعي أننا وصلنا إلى ما نرغب الوصول إليه، هناك الكثير من النقص، هناك الكثير من الأخطاء، ولكن ما أطمئنك عليه وبكل ثقة أن كل هذه النواقص والأخطاء تخضع لمراجعة دقيقة وحثيثة من قطاع التأمين، وبعمل تنسيق كامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي وكافة الجهات الرسمية. وكما ذكرت ربما كان من أجمل ما تمخضت عنه ندوة التأمين هو تشكيل لجان مشتركة بين قطاع التأمين وبعض الجهات الحكومية الأخرى، لأن التأمين لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الجهات الأخرى. التأمين هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة، لابد أن تتضافر الجهود. نحن اليوم وصلنا إلى حجم أقساط كبير لنأخذ جانبا، وربما 30 مليار تطرقت يعني حضرتك لموضوع السعودة في قطاع التأمين على سبيل المثال، وهي ربما التوصية الأخيرة التي تفضل وذكرها الأستاذ عادل عيسى. في السابق لم يكن يعمل في قطاع التأمين من المواطنين السعوديين ربما عدد يتجاوز بضع مئات، اليوم نحن لدينا ما يفوق 5500 شخص من الجنسين يعملون، من المواطنين السعوديين يعملون في قطاع التأمين، وهذا العدد فقط في شركات التأمين. وهناك كما نعلم هناك شركات وساطة، هناك شركات وكالات تأمين، شركة نجم لوحدها يعمل فيها ما يفوق 1000 مواطن سعودي، وهي شركة مملوكة من قبل قطاع التأمين. إذا قطاع التأمين لا شك حقق قفزة نوعية. اختصاصها مختلف نجم صحيح؟ إنما هي من المنظومة. هي من ضمن قطاع التأمين وشركة مملوكة لقطاع التأمين بشكل عام لشركات التأمين، وتهدف إلى تقديم حلول في مجال تأمين المركبات بشكل عام. فهذا مثال بسيط على ما حقق. لكن لماذا النمو ضعيف؟ يعني خليني أعطيك أنا مثال، ما بين 2004 إلى 2010 الزيادة في السعودة كانت فقط 7%. وانتقل فعلا القطاع من زي ما حضرتك تفضلت وصل من كان 50% إلى 57%. إذن النمو في السعودة ضعيف. يعني الحقيقة هناك عمل متكامل من قبل القطاع ومؤسسة النقد العربي السعودي على مبادرات وتشجيع التوظيف والتدريب في مجال التأمين، ولكن حقيقة الأمر أن قطاع التأمين من القطاعات المتخصصة التي تندر فيها الكفاءات حتى في الدول التي سبقت المملكة العربية السعودية بسنوات طويلة في مجال التأمين، مجال متخصص. ثم أن هناك نقص، وأنا يعني من هذا المنبر وأكرر دائما وأبدا دعوتي للجامعات والمعاهد على تبني برامج لتدريب الشباب من الجنسين لدخول قطاع التأمين، هناك فرص كبيرة. وكما ذكرنا اليوم هل جامعاتنا تمنح درجة البكالوريوس؟ أي جامعة في التأمين؟ هناك بعض الجامعات بدأت تمنح برامج، ولكن أنا شخصيا حقيقة ما زلت غير راضي عن البرامج الموجودة، وصرحنا بهذا أكثر من وطالبنا الجامعات والمعاهد أن لا تعمل بمعزل عن قطاع التأمين. قطاع التأمين هناك لجان متخصصة داخل القطاع مستعدة وبكل سرور أن تبدي النصح والتوجيه والعمل المشترك مع هذه الجامعات والمعاهد. يعني ما حد جلس معاكم من الجامعات هناك الحقيقة بعض العمل مع المعهد المصرفي هناك بعض الجامعات صحيح. تنسق، ولكن نحن نطمح إلى تنسيق أكبر، نحن نطمح إلى برامج تخدم الواقع العملي، نحن لسنا بحاجة إلى تنظير أو فقط تعليم أكاديمي لا يمت للواقع. لعل وزير التعليم يعني يتابعنا اليوم، ونحن دعونا وأبديت استعداد القطاع، وأكثر من مناسبة قلنا في قطاع التأمين نحن نفتح ذراعينا لكل متدرب
يرغب في دخول قطاع التأمين لتنسيق هذا الأمر، وربما لا أذيع سرا ربما تكون هذه هي المناسبة الأولى التي أصرح فيها بمثل هذا الكلام، لأنه لا يزال في طور التحضير، ولكن نعمل مع الإخوة في لجنة التدريب وبرئاسة الأستاذ عادل العيسى والزملاء ومؤسسة النفط العربي السعودي، نطمح إلى عقد ملتقى للتوظيف في قطاع التأمين قريبا جدا بإذن الله. ممتاز، على بركة الله. يعني طبعا حقيقة ما هو مدح للمعهد المالي، لأن لو كان معهد المصرف اليوم اسم المعهد المالي بعد 50 عام و 50 عام حقيقة، وهو لديه طبعا الآن دورات، ولديه أيضا معرض بالجدارة لقياس يعني المهنية. سأعد خيجي كده بوضوح من الآخر. هناك أزمة ثقة حقيقة بين المؤمن والمؤمن، بين الشركات التي تؤمن والمؤمن عليهم. المؤمن عليه يقول لك هذولا شاطرين في أخذ الفلوس ها والأقساط الاكتتاب، لكن وقت المشكلة يدوروا ها طريقة بين السطور لتتنصل الشركة. هذا الرأي العام، ويمكن في دراسة قالت، يعني كنت عدت دراسة هذا قالت حيال هالموضوع. صحيح. في الجانب الآخر برضو شركات التأمين تعاني كمان، عشان نكون بوضوح، يعني إنه أنا أتستغرب يكون في احتيال في مجال التأمين من قبل يعني الشركات أو من قبل كذا اللي هم طبعا سواء طبي أو كذا. تعليقك أزمة الثقة. والله شوف طلعت، يعني أنا معك 100% في اللي قلته، يعني هو فيه بس خلينا نقول هذا ولا مؤاخذة من دار قطع كلامه، طبعا انعكس على جزئيتين مهمة، انعكس على ان نحن بنقول كثافة التأمين وهو ما يدفعه الفرد، وهذا طبعا ضعيف جدا في اقتصاد كبير في المملكة، اظن اقل من 1000 ريال اذا ما خانت 991 في دولة مثلا زي سويسرا 7000 دولار، يزيد عن 7000 دولار. الولايات المتحدة حيلامس 4000 دولار، وهكذا حتى في الدول النامية يزيد عن 3 جنوب افريقيا وكذا. وايضا على ما يعرف بعمق التأمين وهو العلاقة بين الناتج المحلي، طبعا هو بالناتج المحلي الغير نفطي 1.7%، لكن لو اخذت الناتج ككل فهو اقل من 1% دون الطموح، بينما الافرج 3 أو 6 أو 7%. تعليق افرج الدولي، يعني تعليق قصير. يعني انا احنا شوف، يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، هذا واقع موجود فيه عدم ثقة، بس هذا عاد لعدة اسباب. الحقيقة اول شيء مثل ما قال استاذ باسم، اول شيء هو سوق التأمين اصلا تو ناشئ، احنا نعتبر من الدول الناشئة في سوق التأمين، يعني مقارنة بالدول الاخرى. بالإضافة فهذا يعني طبعا هذا شيء طبيعي، لما تكون أنت في قطاع ناشئ أكيد الناس لا زالت متحسسة من هالموضوع. هذا الموضوع الثاني هو تعقيد التأمين. احنا لما سوينا البحث في 2014 عن مستوى الوعي في عند العامة يعني بالنسبة للتأمين، كان واحدة من أهم أسباب معوقات الناس من التأمين أو عن التأمين أنهم يعتقدون أن التأمين معقد، وهذا أنا وهو معقد وأنا أتفق معهم، هذا حقيقة صحيح. يعني أنا شخصياً بقدر أقول إيش ما أفهمك صحيح، ما أستوعبها أنا، عشان كذا أقول لك يعني عشان كذا أقول لك مو سهل. يعني اذا كان هو معقد علينا احنا اللي احنا يعني كل عمرنا في التامين، فما بالك عاد بالنسبه للعامه يعني. صحيح. يعني هو الموضوع طبعا لا شركات التامين تحاول تلاعب، هذا اكيد ما هو موجود، ولا تحاول ولا التنصل. لا ما هو صحيح وقت المطالب هذا، لا ما هو صحيح الكلام هذا. هو مشكله الناس، خلينا نقول بصراحه، نعم الناس ما تقرا. يعني انا ما اقدر الوم الناس كلها، يمكن انا واحد من الناس اللي ما اقرا، يعني هذا شيء طبيعي. لما انت جيت متوقع تخلص بس اجراءاتك وتشتري التامين وانتهى الموضوع، تروح تسلمها المرور عشان تطلع استماره او اي شيء، هل انت قريت مثلا وثيقه؟ هل انت عرفت وش لك وش عليك؟ حقوقك وواجباتك؟ نعم. الناس ما تقرا، فلما يجي وقت المطالبه يبدا يدور، ولما يشوف شيء غير مغطى حتى في خليك في التأمين والانكسارات يمكن أسهل الموضوع، بس لما التأمينات العامة لا، يعني في شروط كثيرة التأمينات العامة، لما يجي وقت المطالبة يبدأ يدور يشوف وش اللي مغطى وش غير مغطى. هذا مو وقته، المفروض تقرأ قبل لا تأخذ التأمين. أنا أقصد
يعني أنا أتفهم من الناس ما عندها ثقة في شركات التأمين لأنها موضوع جديد على الدولة. ومع هذا يعني الوعي قاعد يزيد ما في شك. يعني إذا إحنا نتكلم عن الوعي قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة موضوع مختلف تماما. يعني على ميزان 1 لـ10 كيف تشوفه؟ 10 الأفضل و1 الأقل اليوم؟ 5 4 اي لا يلا احنا نقول 4 4 يعني لا زال منخفض. اي بس لما نقول قبل 10 سنوات كان يمكن ما يتجاوز حتى 1. عرفت؟ صحيح. فهو في تطور اكيد بس لا زال مو الدرجه اللي احنا نبغاها. احنا دائما نطمح لافضل. يعني انا اذا باخذ الامور من فوق الوضع كويس ترى اللي احنا فيه بس اذا اخذها كممارس لا انا ابغى افضل من كذا. نعم عرفت؟ انا اطمح بافضل من كذا بكثير. نرجع لموضوعنا هي يس ان لا زالت الناس في ازمه وعي خلينا نقول او يمكن الناس بتاخذ تاخذ التامين بصوره سلبيه في البدايه. هم يعتقدون التامين هذا لانه طبعا اجباري ويقول لك لا هذا بس سووه عشان ياخذون فلوسي. انا ما لو ذكرت دراستكم الموقره المحايده ترف البعض شو بعضهم تعرف طبعا ما شو ضروره. صحيح صحيح. بس بعضهم او الاغلبيه ما ياخذونها لانهم مجبرين فيها. عرفت؟ لانها يعني لازم ياخذ التامين. هو مع الوقت راح يتحسن الموضوع هذا. كنا هو عامل الوقت هو اهم عامل عندنا الان. عامل الوقت هو كفيل بتعديل هذه الاشياء. طبعا اكيد يحتاج اشياء كثير نعمل في نفس الوقت عليها بس مع الوقت راح يتحسن هذا الشيء كثير. لما الناس تبدأ تشوف أن التأمين ضروري وجوده ضروري للمجتمع والتأمين ما في شك في أي دولة يعني هو ضروري جدا من أهم مقومات الحياة في الدول يعني. فمع الوقت راح يتحسن الأمور راح تعرف الناس أهمية التأمين وراح هم يبادرون للتأمين ما راح حتى لو ما كان. والله رأيك أنت دورك مهم في التو. أنا عارف بس هذا الله يهمه. يعني متحدث صحيح متحدث إعلام باسم الشركة. طب أنا برجع لك على يعني موضوع كيف نحسن من أزمة الثقة ونشوف طرق. لكن أرجع حية الأستاذ باسم يعني كثافة التأمين اليوم حقيقة وعمق التأمين لا يتناسب أي شكل من الأشكال مع الاقتصاد السعودي. يعني تركز التأمين لما نتكلم على 77-78% في قطاعين فقط المركبات والصحة. وهذا جاء فرج من الله انه جاء المرور وفرضها على المركبات وايضا التأمين على المقيمين. بقية افرع التأمين زي الادخار والحماية والممتلكات هي الافرع على ضعف. تعليقك سيدي. هو الحقيقة